الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن كما تعودنا مع جامعة بجاية نجتمع مرة أخرى للمساهمة في إنجاز تظاهرة علمية في هذا اليوم العلمي المبارك، والذي سبقني القول فيه من قبل الأساتذة المحترمين أنه هذا يعتبر بالنسبة لي وبالنسبة لكما سبق ذكره من طرف العميد، وأتمنى أنه سيكون أول وأحسن يوم دراسي ربما تعقده جامعة بجاية، ونتمنى أن لا يكون آخر تظاهرة أو مبادرة علمية في هذا المجال أو هذا التخصص. أريد فقط أن أقول كلمة ربما قد أشار إليها الطلبة البارحة والأيام السابقة، قالوا بأنه كنا نتمنى أن يكون هذا اليوم الدراسي منعقد في القاعة المتخصصة لإجراء مثل هذه التظاهرات العلمية. أجبتهم ماذا قلت؟ قلت المهم ليس في المكان الذي تعقد فيه هذه التظاهرات العلمية، وإنما الأهم هو إنجاح هذه المبادرة، وأنا متأكدة وأعقد الجزم أنه يوم دراسي ناجح قبل أن يتم، والشيء الذي يدل على ذلك هو هذا الحضور الهائل للطلبة، فأقول لهم شكرا لكم لهذا الحضور، وأتمنى أن يدوم حتى بالنسبة للملتقيات العلمية التي نعقدها والتي تعقدها الجامعة في هذا المجال. إذن دون إطالة، يتمثل الشق الأول لهذا اليوم الدراسي في ربما جزء نظري يتناول جملة من المدخلات التي تفضل بها الأساتذة الأفاضل، سواء الأساتذة للجامعة بجاية أو حتى الأساتذة الذي تكرموا بالحضور لجامعتنا، فأقول لهم شكرا لكم على هذا الحضور والاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة في هذه المبادرة العلمية. إذا دون إطالة أدعو إلى المنصة الأساتذة الأفاضل، بداية بالأستاذ الدكتور داعي عز الدين، فليتفضل مشكور إلى المنصة أو عميروش هانية، لا أدري من، إذا عميروش هانية، أستاذ عميروش هانية. أيضا الأستاذ الدكتور فاضل رابح من جامعة مركز الجامعي باتيكا، تفضل سيدي مشكورا. أيضا أدعو إلى المنصة الدكتور سماتي الطيب، وهو رئيس محكمة عين زاد الصيف، إذا تفضل سيدي مشكورا. أيضا أدعو إلى المنصة أيضا الدكتور بن سعيد عمر، وهو أستاذ محاضر من المركز الجامعي باتيكا، تفضل سيدي مشكورا. كما جرى العمل في مثل هذه المبادرات العلمية أن يقدم الأساتذة ملخص لمداخلاتهم في غضون 10 دقائق، وذلك لضمان السير الحسن لهذا العمل. لذلك دون إطالة أعيد الكلمة إلى الأستاذة عميروش هانية لتقديم مداخلة بعنوان الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات، تفضلي سيدتي مع احترام 10 دقائق. شكرا سيدة رئيسة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدتي الفاضلات، السادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الدراسي حول موضوع المحكمة الجنائية الإرهابية. من أهم خصائص محكمة الجنايات أن إجراءاتها معقدة، وذلك لكثرتها وطولها، وتتطلب الدقة والحرص في اتخاذها وتطبيقها.
ارتئينا تسليط الضوء على الإجراءات التحضيرية لدورة محكمة الجنايات. مشي هذا وذلك بأجل 3 أيام على الأقل قبل افتتاح
مفتاح جسم المراقبة. وبعد ذلك القانون بشكل المادة 274 وقانون الإجراءات الجبلية. أيضا من أهم الإجراءات التحضيرية الوجوبية عندنا تبليغ قائمة محلفي الدورة. فلقد أوجب المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة 275 من قانون الإجراءات الجزائية تبليغ قائمة محلفي الدورة إلى المتهم، وذلك في أجل يومين على الأقل قبل انفتاح جلسة المحاكمة، وذلك سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية. ويعتبر إجراء تبليغ قائمة محلفي الدورة إجراء جوهري وأساسي، وشرع أساسا لمصلحة المتهم، وذلك حتى يتمكن من ممارسة حقه في الرد الممنوح له طبقا لنص المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية. أيضا من أهم الإجراءات التحضيرية الوجوبية للتعين القيام بها استجواب الأولي للمتهم. وهنا لابد أن نميز ما بين الاستجواب اللي يتم في المرحلة الابتدائية والاستجواب اللي يتم في المرحلة الاستئنافية. ففي المرحلة الابتدائية ينصب موضوع الاستجواب حول ثلاث نقاط أساسية، وهي أولا يتأكد رئيس محكمة الجنايات الابتدائية من الهوية الكاملة للمتهم. اثنين يتحقق من أن المتهم قد ألغى بمراحل الحال، فإذا لم يكن هذا الأخير قد ألغى به يسلم له نسخة من ذلك القرار، ويعتبر ذلك بمثابة التبليغ. أيضا يطلب رئيس محكمة الجنايات الابتدائية من المتهم أن يختار محامي للدفاع عنه، فإن لم يختار هذا الأخير محامي للدفاع عنه يعين له رئيس محكمة الجنايات محامي لالتقاء نفسه في إطار المساعدة القضائية. وما تذكر الإشارة إلى أن بالنسبة للاستجواب موضوع الاستجواب الأولي في المرحلة الاستئنافية ينصب فقط على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من وجود محامي للدفاع عن المتهم. ما تصدر الإشارة إليه أنه موضوع الاستجواب سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية لا يمكن أن ينصب حول موضوع القضية. ولقد أوجب المشرع الجزائري إجراء الاستجواب الأولي في مهلة لا تتجاوز على الأقل 3 أيام قبل افتتاح جلسة الورقة. هذه كانت أهم الإجراءات التحضيرية الوجوبية لتعين القيام بها، ويترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات ونقض الحكم. ولقد أجاز المشرع الجزائري المنازعة بصحة الإجراءات التحضيرية الوجوبية قبل بدء الورقة تحت قاعدة عدم قبول الدفع طبق لنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجزائرية. أما بالنسبة للإجراءات التحضيرية الاختيارية فهي كما قلنا بطرق السلطة التقديرية لرئيس محكمة الجنايات، إذ لا يقوم بها إلا إذا تبين له أن اتخاذها أمر ضروري. وتتحصل أساسا في ثلاث إجراءات. أجاز المشرع الجزائري لرئيس محكمة الجنايات الأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي بشأن أي قضية مقيدة بجدول الدورة متى تبين له أن إجراءات التحقيق السابقة غير كافية، أو اكتشف أن هناك عناصر جديدة ظهرت بعد صدور قرار الإحالة. وهذا
القانون إجراءات الجزائية. أيضاً من أهم الإجراءات التحضيرية اللي يمكن أن يتخذها رئيس محكمة الجنايات الأمر بضم قرارات الإحالة إلى بعضها. فإذا كانت الإجراءات تتطلب أن يصدر عن غرفة الاتهام قرار إحالة واحد، فقد تصدر حالة غير عادية ويصدر عن غرفة الاتهام عدة قرارات إحالة. بهذه الحالة يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بضم قرارات الإحالة إلى بعضها. هذا تلقى النص المادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية. أيضا يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يأمر بتأجيل القضية إلى دورة أخرى قد تتبين له أن القضية غير مهيئة للفصل فيها. هذه كانت أهم الإجراءات اللي يمكن اتخاذها أثناء اختبار دورة محكمة الجنايات. شكرا سيدة الرئيسة وشكرا على الحضور على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر الأستاذة أميرة شهاني على هذه المداخلة القيمة والتي من خلالها بينت الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات والتي هي تتراوح بين الإجراءات الوجوبية والإجراءات الاختيارية. والآن دون إطالة في الكلمة إلى الأستاذ أو الدكتور فضل رابح لتقديم مداخلة تحت عنوان آليات المحاكمة الجنائية الفرنسية. بالنسبة لي تسير
au fonctionnement du tribunal pénal aux yeux de des procédures pénales algériennes. بدأتم أن المحاكمة الجنائية تبتدئ من حيث تنتهي زميلتي بعد الإجراءات التحضيرية لفاز بالبركوار بيسير لفاز أوبيغاتوار فاكولتاتيف لتسبق انعقاء الجلسة. إذا المحاكمة الجنائية سي لفاز بريتري ديتيرمينونت تقريرية في مصير شأن مواطن سواء كان حريات الفرد وحقوقه وسواء كان حريات المواطن الآخر وهو الضحية. هذا الضحية إلى جانب يصير ممثل الحق العمومي باسم المينيستر بيبليك النيابة العامة وكذلك بالنسبة للمتهم سيد لاكوزي وليس المجرم لاكوزي. نعم قلت إذا المحكمة الجنائية تبتدئ إجرائيا من تاريخية تنفيذ الأمر الذي يصدره رئيس محكمة الجنايات، الحق هو رئيس المجلس القضائي الذي به تفتح الدورة لاسيسيون كريمينال عند تبتدئ انعقاد الجلسة. المادة 248 حدد ذلك وتنتهي ب صيرورة الحكم النهائي يعني الحكم لو جيجمون دونك سي فاز لو جيجمون. لا اريد ان اكون بروفيسيونيل احترافيا، انا امام طلبه يهمهم الامر لا سيما علم الاجرام او الجنائي وعلم الاجرام، ولكن الجميع طلبه خاصه لعائقا كل ما يتعلق بالخدمه. اريد ان اصنع ورقه بحث بشكل معين. هل ان تدريات الجريمه الوالده على قانون الاجراءات الجزائريه وهي تعديلات 23 اعتقد هكذا عام 23 مارس 2017 اذا تخن الذاكره وهي تتويج لتعديل الدستور 16 مارس 2016 هل بما أتت به من الإشراك الكمي الشعبي في محكمة الجنايات يعني الكم العدد الموحد فيه في تشتيت المحكمة وكذلك ما أتت به من إعادة صياغة مواقف الأطراف ومراكز الأطراف لا سيما حرية المواطن نحو محاكمة عادلة ومنصفة وفي أجل معقول. Un procès juste, équitable et dans un délai raisonnable. والشيء الذي جاء به المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية بالفعل حينما أصلت في قرينة البراءة وللمحاكمة العادلة وهذا التوازن الإكليبريوم هذا التوازن الإجرائي أو المساومة الإجرائية بين الأطراف. هذا ما أريد. إذا هذه هي الرسالة التي حكمنا. لا أريد أن أدخل في كيف الترتيبات وكيف هذه أمور معقدة وإن كانت سوف تسبب أن محكمة الإجراءات المحاكمة الجنائية هي محاكمة إجرائية ولكن ليست معقدة بشكل ما خاصيتها انها ان تريبينال بروسيدرال الى ان تريبينال اورال اركيزيتوار اتهاميه وهذا هو الفرق بينه وبين المحاكمات الاخرى الجنح والمخالفات. صحيح ان هناك لقاء تشارك بدل عن المحاكمه علنيه وهو جاهي ولكن تتميز المحاكمه الجنائية بأنها محاكمة تدوينية. كل الإجراءات تطبيق المادة 90 يعني كل الدفوع الشكلية وكل حتى بسبب العوارض أو ريزيرسيون دو روكونس
الازازه الوسط اللي تفرقات اللي ممكن يدفعوا بها الاعتراف يجب ان تكون مدونه. والذي القرار في ذلك قال استحضرت هذه المجله كمرجع ان المحكمه العليا للغرفه الجنائيه كرست ذلك. لا يجب ان تكون الاحكام او الامور من جنايات شرويه، يجب ان تكون مكتوبه. الى ان الاندفاع لتبقى المرافعات، وانا تحصل كنت المرافعات، لان كنت المرافعات الفرنسيه لتبقى المناقشه، بينما المرافعه بمفهوم طلبات الدفاع والنيابه والدفاع عن الضحيه والدفاع عن المتهم يجب ان يكون بالنسبه للدواري للدواري وليس المرافعه بالنسبه للدفاع عن النقاش. اذا جمله من المواد لابد ان تفحصها ماده 284 الى ماده 323 مكر 9 كلها تتناول مرحله المحاكمه الجنائيه. لكن اريد ان اعلم ما هي محكمه الجنايه قبل وان كانت هي الاشكاليه التي طرحتها قبل ان احلل هكذا اريد ان نتعرف ما هي طبيعه هذه محكمه الجنايه؟ لماذا محكمه الجنايه؟ ماذا يقصد اذا بمحكمه الجنايه؟ محكمة الجنائية من حيث الطبيعة القانونية لها الشرعية وهي نتيجة تقسيم الثلاثي الجريمة. هل تقسيم الثلاثي الجريمة طبقا المادة 27 من قانون العقوبات؟ يعني هناك مخالفة، هناك جنحة. دونك يفرق لي زانفراكسيونس بيان سور سو ديفيز اون 3 جونغ، اون لا كونترافونسيون، لو ديلي اي لو كريم. ولكن الخطوره الاجراميه التي ركزت هي التي اثرت في وجود محكمه الجنايات من بروفون لا ليجيتيميتي. علم الاجرام النظريه الوضعيه للبروفيسور فيري الباحث عن الاجرام المدرسه الوضعيه يؤكد بان محكمه الجنايات اسست حتى في انجلترا في 1215 وماجنا كارتا ذكر جيدا لمعالجه ما يسمى بالخطوره الاجراميه. ولكن ليس خطوره المجرم، الخطوره الاجراميه. هذا ما ادى الى تقسيم ثلاثي دونك سات ليغاليتي كريمينال اتي ديريير ليكزيستونس دو سو جون دو سو جيريكسيون. المجتمع الجزائري يتكلم على انها جهه مختصه في القانون الوضعي لتنظيم القضايا القانون 6517 وكذلك المعدل المؤتمن. هل هي جهه قضائيه متخصصه سبيسياليزي؟ اعتقد انه تاثر بالقانون الاجرامي الفرنسي ولكن بلا ادراك لانها ليست متخصصه بل هي اختصاص نوعي تختص في الفصل في الجنايات او الافعال المصابه بالجنايات وكذلك الجنح والمخالفات المرتبطه بها. لان الاختصاص من اختصاص مادي راسيون ماتيريال وهناك اختصاص شخصي راسيون بيرسونال كما هو محكمة الجنايات للأطفال أو للأحداث، سمحوا لي قانون للأحداث. أعود أقول إذا شرعية أرجع إلى المحور الثاني الإشكالي وهو تنظيم المحاكمة. تنظيم المحاكمة هي التشكيلة تاع المحلفين. تشكيل المحلفين، لماذا تشكيل؟ ما هي شرعية المحلفين؟ هل هي تكرس النظام الاتهامي؟ هي مشاركة المواطنين؟ القانون الفرنسي معروف تاريخيا كيف هذا الروح. عندما كان مونتيسكيو مونتيسكو في القرن السادس سبع عشر يشير الى لا مانش بريطانيا يقول للانجليز ديموكراسي از ذير ويرى بان الديمقراطيه الفعل هي القاعده الفعل القاعده القانونيه او فعل القاعده القانونيه لان معروف وبالتالي رجال الثوره الفرنسيه هناك رؤيه سلبيه تجاه القدر وانشاوا ما يسمى بالنظام الجيري والجيري المستقل هم في 1941 هناك محكمه مختلطه نظرا لامتزاجيه لا ميكسيتي دي دو جون دو سيستم دو سيستم دو سيت بينال نظام الاتهام ونظام التنقيب. سيدتي الاجراءات المهم لدي ورقه بحثيه اشكركم واعتذر واعتذر مره اخرى ان كنت اطلت شكرا شكرا. اشكر الاستاذ او الدكتور فضل ربحان هذه المحاضره القيمه التي من خلالها قام بتوضيح اهم احكام المحاكمه الجنائيه وكنت متاكده انه سيفيدنا اكثر لو كان هناك وقت كاف لذلك اعتذر سيدي نحن مجبرين على اعتبار الوقت ولكن من جهه اخرى متاكده ايضا انه اعزائنا الطلبه ليسوا كما نقول انه سبق لي
جامعة عبد الرحمن هي أن نظمت ملتقى علمي حول مستجدات قانون الإجراءات الجزائية ليس ببعيد، فقط البارحة يوم 23 أبريل من 2019 تناولنا من خلاله مجمل مستجدات قانون الإجراءات الجزائية بموجب آخر تعديل قانون 1707، والذي من خلاله ركزنا على نص المادة الأولى المستحدثة بموجب هذا القانون، والتي تناولت أهم ركائز أو دعائم المحاكمة العادلة، والتي من بينها مستجدات محكمة الجنايات. سيدي شكرا لك على هذه المداخلة القيمة، وأحيي الدكتور إطار الكريمة للدكتور سماتي الطيب لتقديم مداخلته تحت عنوان الحكم الجنائي بين التسليم والاقتناع الشخصي. تفضل سيدي. مشكور. شكرا أستاذ عبد الطيب، ولم أشرف في أستاذي فاضل الذي كان أستاذي في الجامعة وكذلك بعض الوظائف العمومية، كذلك أشكر سعيد كذلك في القطاع السابق في العدالة لمدة طويلة جدا والآن حسن، وأشرف كذلك بدعوتي لهذه أو لهذا اليوم لرأس مقام السيدة رئيسة المجموعة العلمية لمحافظة جامعة الجاية. جامعة الجاية التي أصبحت أول منها يعني غريب في هذه الجامعة. على كل الموضوع فقط هو نقطة جزئية بسيطة في هذا اليوم الدراسي حول التسبيب، بمعنى المشرع جاء بمواد جديدة في هذا القانون، وما يميز قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بتعديل أو بتعديل القانون المتعلق بمحكمة الجنايات جاء بسببها التسبيب، وهو الشيء الجديد في هذه من بين الأشياء الجديدة في هذا القانون. على كل التسبيب بصفة عامة له أهمية قصوى في الحكم الجنائي، بحيث أن التسبيب له يعني هو يعني وسيلة إقناع القاضي بالخصوم للأطراف. كذلك التسبيب هو إلى إيراد تلك الحجة الواقعية والقانونية التي يبنى عليها حكم القضاء أو حكم القضية بصفة عامة والحكم الجزائي بصفة خاصة. كذلك التسبيب له أهمية في حماية المتقاضي وحتى القضاة أنفسهم من الميل من الهوى من اتباع كذلك اختيار حق الدفاع، كذلك هو ضامن أكيد للطعن إلى آخره. حتى التستير منذ الدستور يعني دستور 63 إلى يومنا هذا كلها تنص على يجب أن تعلن الأحكام القضائية وتسبب بما فيها حكم جزائي. لكن الشيء الملاحظ منذ الاستقلال إلى يومنا هذا نجد أن المشرع يعني جعل التسبيب إلا فقط في الجنايات والمخالفات، بالرغم يعني القواعد العامة أن الحكم يبدأ المخالفة إذا تفوت المخالفة والجنايات تفوت 5 سنوات. لكن الشيء اللي لاحظناه منذ استقلال يومنا هذا أن الجزائر بالنسبة للجنايات يوجد بها نظام آخر وهو نظام الأسئلة. هذا النظام الأسئلة انتقده الفقهاء والقانونيين والقضاة وحقوق الإنسان إلى آخره. هناك اتجاهات أنا كل يوم مش حابين نقولوا فيها بزاف لأنها ما عندناش إجابة، لكن ألا يعقل يعني هناك رأي أو اتجاهين، هناك من يرى التسبيب ضروري للجنة، هناك من يرى التسبيب أنه غير ضروري، ولكن هل يعقل أن المحكمة الجنائية تفصل من 5 سنوات إلى الإعدام أبدا الإعدام لا يسبب الأحكام نهائيا، واضح نظام الأسئلة هو السائد في هذا الحكم. المشكل في القانون السابق قبل تعديل التعديل كان نظام الأسئلة هو السائد. الإشكالية المطروحة بسطوح هذا القانون الجديد الذي سار مع الرأي الثاني في وضعه التسبيب، لأن هناك رأي أول يقول لك بأن محكمة الجنايات، محكمة الاقتناع، محكمة المحلفين، محكمة شعبوية، محكمة لها خصوصيتها كما قالت الفضل أنها تتميز على الجنايات لها طابع خاص، حتى بعض الدكاترة يقول بأنها لها هيلمان خاص. لكن الأمني يقول شعر أحمر شعر أحمر عن دول الأمنية وقدسية. هل نلقي على نظام الأسئلة أم نتجه إلى التسبيب؟ وبالفعل المشرع في القانون الجديد ذكر ما يسمى بالبقرة حول يجب أو ضروري تسليم أحكام محكمة الجنايات الابتدائية
إذن الرأي الأول يقول لك أنا على ما سنسبهم أنهم ما سنسبوش على أن هيئة المحللين هي معصومة من الخطأ وقرارها مقدس ولا يمكن استئنافه لأنهم يمثلون الشعب وبالتالي ما قضاءهم وقضاء الله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، يقول التسبيب وهذا نقش مجموعة من الفقهاء وغدود كتابات وملتقيات كلها تنادي بالتسبيب. على ان التسبيب على ان يكون تسبيب المخالفه والجنحه ولا يكون في الجنايه. على التسبيب يقول هو اساس الحكم، هو اللي يمكن رقابه الجهه الاعلى عقد التسبيب عقد التسبيب. وهذا ما يتعلق بهذا النقطه. لكن المشرع لما النقطه اللي شفتها انا المشرع لما افردت او جاء بالتسبيب ترك كذلك بسبب الاقتناع الشخصي، لانه الاقتناع الشخصي هو الاقتناع كما تقول عليه الماده وانا قمت بالقضاه بقدم حساب على الوسيله قد وصل الى ذات الاقتناعي ولا يصل منها قبل. بمعنى المجتمع ذكر التسبيب للماده ثم ترك هذه الماده تميزها، بمعنى الرئيس لما يصل المداولات يبقى يذكر هذه المادة سواء في المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاستئنافية، وهذا نوعا ما فيه نوع من التناقض. فوش يقول ولا بما لا يشرع كل جهة يقول لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسيلة قد وصلوا بها إلى تلك اقتناعهم ولا يرسلونها قواعد يتعين عليهم يخضعونها على خاصة الدلالة وطبيعة الكلمة، ولكن يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمتهم التدافر وأن يبحثوا في إخلاص ضمانتهم في اي تقطع بمعنى الاحتكام الاقتناع، يعني بمعنى الاحتكام الى الضمير، الاحتكام الى 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 الوجدان الى القناعه. بمعنى لو كان يكون هناك قناعه بمعنى لا يمكن احيانا لا يمكن ان نسببها، يعني ما قدرش نسبب القناعه. هذا هو مقتنع من خلال الجلسه، وخاصه ان رئيس محكمه الجنائيه هو الذي ياخذ الملف، هو الذي يقوم بدراسته، هو الذي يدير هذه الجلسه الجنايات، هو اللي هو محور هذه الدعوه محور المحاكمه بصفه عامه. والاعضاء بما فيهم حتى القضاه المستشارين لا يطالعون على الملف، يطالعون عليه يوم المحاكمه يوم الجلسه فقط. وبعد ينصرفوا المداوله ويقولون لك التصويت هذا هو كلامنا. نعم او لا. هذه من جهه نقول اقتناع شخصي والدليل لا يمكن المشرع لا يحاسبك على ذلك في مقتنع به ولا يرسل لك القواعد التي تعين يقع لها كيف تم تقدير الدليل، ولكن يقوم بك نفس ضميرك ووجدانك في الحكم والاقتناع بالإدانة أو بالبعض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، التسليم كذلك يتناقض مع حقوق المحلفين. كيف يعرض محلف ليس له مستوى دراسة احترامي لا توجد معايير لاختيار هذا المحلف. مجرد رئيس بلديه يرسل قائمه رئيس مجلس، كل رئيس بلديه 60 بلديه مثلا 50 بلديه في بلايه الجايه وتصديق ما مجبرينش، ويتم اختيارهم بالقرعه ويحضروا الرؤساء ويكون هيئه معلفين في المحكمه الاستئنافيه ومع المحكمه مع هيئه معلفين في الجايه ويتطابق. لا يوجد اي معيار لاختيار المحكمه. ثم المحلفين بمعنى اشخاص غرباء على القرار، ما يعرفوش الاجراءات التقنيه، ما يعرفوش ما هي اركان الجريمه، ما يعرفوش ما عندوش ادنى ثقافه قانونيه للمشاركه في الحكم الجنائي او ليشاركوا في هذا الحكم ويبدوا باصواتهم وينفذوا ويطبقوا العقوبه الى خاصه لان هناك من يرى بان المحلفين خاصه النظام المحلفي في الجزائر، بالعكس ان الجزائر هي الدوله الوحيده في الدول العربيه التي تعتمد نظام المحلفين. وهو نظام موروث من النظام الفرنسي. والنظام الفرنسي كان يعتمد على الكنيسه والثوره الفرنسيه الى اخره، ولكن نظام المحلفين نظام داخل على الجزائر لانه لم ينبع من تقاليد وعقيده المجتمع وتقاليد وعرف المجتمع الجزائري، بل هو نظام استعماري. هناك من يرى بان النظام المحلفي يعني فيه
الاستثنائية وجنسية الشعب لتمييز ضد الاستقلالية يحق العدالة، لكن الاتجاه الثاني وأنا مع هذا الاتجاه هذا النظام المحلفين هو نظام الكتب، نظام المحلفين يجعل المحلفين غير متمتعين بالثقافة القانونية والواقعية لا يجاوب أي تكوين. كذلك سهولة التأثير على المحلفين من رئيس الجلسة أو القضاة حتى لو كان عن الآن مقام أربعة، ولكن يبقى رئيس وحدة الحق هو اللي يعثر فيها. كذلك هذا النظام يعني خالي من المحتوى، بدليل أن هذا النظام في فرنسا أحيانا وقت الاستعمار الفرنسي كان عدد المحلفين 9 والقضاة 3، ثم بعد الاستقلال أصبح 4 محلفين و3 قضاة، ثم في العشرية السوداء كان 2 محلفين و3 قضاة، والآن شوف المشاهد يتطور نحو العكس، 4 محلفين عاود رجعت كما كنا في الاستقلال، 4 محلفين و3 قضاة. هذا ما يؤكد نقطة أخرى جوهرية كما سمعنا في ناقش زي ذلك، المحلفون في قضايا الإرهاب والمخدرات والتهريب لا يوجد محلفين بل يوجد القضاة المحلفين، أليس هذا تناقض؟ وبالتالي أقول بأن مبدأ التسبيب الذي أقره المشرع يصبح بدون محتوى ما لم تحدث المادة 307 من قانون الإجراءات السابقة، يا إما نتجه الاقتناع الشخصي كما كان في السابق يوجد محلفين لأنهم يقتنعوا لأنهم أكبر طاقة على المرأة ذات الشعب منذ شعب، يا إما نتوجه إلى نظام التسبيب ولكن بغياب محلفين وبحضور قضاة المحلفين حتى يكون هناك حكم جنائي له كامل المقاييس له كامل المعايير لحكم جنائي، خاصة لأنها محكمة جنائية محكمة خطيرة جدا من تجربة القضاة غير متكونين. أنا اليوم راني وقفت راني عضو في محكمة الجنايات، صدقني كاين قاضي معنا لمدة شهرين مازال ما يعرفش يعني الإصرار وتاع مازال راه عضو في محكمة الجنايات السينمائية يحكم ربما في وما نقتل مع سبب الإعدام، هذا فقط القضاة في مشكل، قاضي عنده شهرين يكون عضو في محكمة الجنايات السينمائية ويحكم على الإعدام والسجن الأبد، فما بالك بالمحلفين. وبالتالي وكان المشرع يطلب من القضاة القانونيين من المحكمة الجنايات أن تسبب تسبيبا شكليا، يعني وكانوا بناء على شهادة الشهود بناء سبيسيما شهادة الشهود بناء على محضر القضية بناء على الاعتراف بناء كذا، إذا كان هناك نصف تسبيب اللي هو تسبيب مستطير وتسبيب قانوني ومنسجم مع المواد ومع روح القانون، نعم، أما إذا كان هناك تسبيب شكلي نديرو شكلي كما راه موجود، وخاصة أنا نشوف التناقض بين محكمة الجنايات، أصلا محكمة ابتدائية مع محكمة جنائية سينمائية ما كانش هناك ارتباط، وبالتالي نختم يعني التسبيب له شروط له أساسيات له معايير. وأخذني نقول أنا أستاذ الدكتور أحد الفقهاء وش قال يعني المشرع حاول تأثير القانون محكمة الجنايات، نعم الفكرة نبيلة وحسنة لكن إخراجها كان سيئا، قلد فقط ما نحبوش أشياء من تقاليدنا من مجتمعنا من ثقافتنا من تاريخنا لإعداد قانون خاص فينا كجزائريين ويكون يعني يكون قانون استرشاق لجميع الدول العربيه، وللاسف الشديد ندخل مباشره دون ان نراعي خصوصيه المجتمع المدني. وشكرا. اشكر الدكتور سناد الطيب على هذه المداخله القيمه والتي حاول من خلالها التطرق الى نقطتين مهمتين، الاولى تتعلق بضروره تسبيب الاحكام الجنائيه، وهل أن هذا التسليم يتعارض ويتنافى أو لا يتماشى مع مبدأ حرية الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي. وتطرق أيضا إلى نقطة مهمة جدا وهي ما يتعلق بنظام المحلفين في محكمة الجنايات، خصوصا أمام التعديل الجديد الذي رفع من عدد المحلفين عما هو
الجنائية وأشار إلى أزمة المحلفين وليس لهم علاقة بالقانون كيف يمكن أن يتخلطوا بالأمور أو يساهموا في إقناع القاضي لاتخاذ حكمه وأشار إلى نقطة مهمة وهي لماذا يتم انتقاء المحلفين أو التدقيق في انتقاء المحلفين ولماذا أيضا عقد دورات تقليدية ربما في القانون لهؤلاء المحلفين حتى يكون وجودهم ربما فعليا أو لماذا يتم إزالة نظام المحلفين نهائيا من محكمة الجنايات هي اقتراحات وآفاق ربما ستساهم في مواكبة ما هو سائر في الدول المتقدمة في هذا المجال. إذا دون إطالة أكلم مباشرة إلى الدكتور بن سعيد عمر من المركز الجامعي البارحة لتقديم مداخلة تحت عنوان المسائل العارضة أمام القضاء الجنائي. تفضل سيدي مشكور. قلت شكرا للسيدة الرئيسة القادرة تستهدفني لأكثر من نصف دقيقة لأبلغ رسالة إلى طلبة جامعة الشهيد عبد الرحمن ميرا فأبلغكم تحية وسلام زملائكم في المركز الجامعي لينكا الذي أنشئ منذ حوالي 4 سنوات ولكن يحاول أن يكون كبيرا لأنه احتك بالكبار احتك بالأساتذة الذين لهم خبرة في المجال وأهنئ هذه الجامعة بوجود عميدكم وبوجود أستاذ ودكتور مثل أستاذ خلفي رابح خلفي عبد الرحمن والسيد مدير الجامعة هذه الفكرة نتاع المحاكمة جات من مكالمة هاتفية بيني وبين الدكتور خلفي كيفاش جات وكيفاش جسدت في خلال حوالي شهر كنا ندير هذه المحاكمة في جامعة خنزلة نخلص في جامعة خنزلة اتصل بيا قال لي يا أستاذ واش رايك ندير محاكمة واش تقترح علينا؟ اقترحت عليه قلت له واش رايك نديرو فيها 2 جلسات؟ مشى قال لي موافق واش رايك نديروها مشتركة بين عدة جامعات؟ وافق في بريكة درناها في حضور 4 جامعات اللي هي المركز الجامعي لبريكا جامعة الانشراف جامعة الهجاية وجامعة فرق اليوم راهم كاينين 2 جامعات ما نطلبه من الطالب هو الأستاذ الدكتور خلفي رابح أرسل لكم رسالة أثناء مداخلته قال أنا فرحان من هذا الحضور ولكن تمنيت أن يكون هذا الحضور في المدرجة أنا كأستاذ أكتب مثل الطالب لما نحس به بلي راه أستاذ باش يدي المادة العلمية لكن لما نقول أنا المدرج وأنا عندي 300 طالب والله عندي 200 طالب ونلقى 20 طالب معنويات إذا حبينا نمثل العلم وناخذ من العلم عليكم بالاجتهاد عليكم بالبحث ولما تبحثوا انتوما وتجتهدوا تأكدوا باللي الأساتذة تاعكم تلقاهم في الصف صح إذا ما انتوما ما تخدموش احنا نخدموا 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 موضوع المداخلات وسألقيها بطريقة مبسطة جدا. احنا عندنا خصومة قضائية. نسميها خصومة مدنية، نسميها خصومة قضائية جزائية. هي خصومة قضائية. هذه الخصومة تبدأ برفع الدعوى وتنتهي بصدور حكم. كل خصومة
للمادة الجزائية تبدأ بتحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة أو من طرف المتضرر استثناء في حالات معينة وتنتهي بصدور حكمي. هذه الخصومة القضائية أثناء سيرها تعترضها عوارض. هذه العوارض تؤدي إلى وقفها إلى حين. هذا الحين هذا قد تكون نتيجته انعدام ركن أو أركان من الجريمة، وقد ينتفي هذا العارض وتستمر الدعوى أو الخصومة في سيرها إلى حين انتهائها بحكم يكون عنوانا للحق. إذن الخصومة عندها عوارض. هذه العوارض في المادة الجزائية، ودائما أختلف مع صديقي وأستاذي الأستاذ سيف عبد الرحمن، أنا من الناس المعارضين لتسمية التخصص بالتخصص الجنائي. أنا أقول هو تخصص جزائي. لماذا؟ لأن هذا التخصص أولاً عليها أن نحترم إرادة المشرع بتاعنا. المشرع الجزائري سماه قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية، ولم يسميه كالمصريين والله كالمغاربة والله كالتوانسة بالإجراءات الجنائية، المجلة الجنائية، القانون الجنائي. هذا سموه القانون الجنائي والله الإجراءات الجنائية، أما أنا لم أستعمل هذه التسمية. سميته قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي نتمنى كما كنا نسميه بكري لتفاو الأسادة الأساتذة، كنا نسميه مقياس المرافع عالي. أنا ما عندنا المرافع، أنا عندنا الإجراءات مبنية. إذا نعاود نرجع للموضوع، نقول هذا العوارض في المادة الجزائية هي نوعان، هي عوارض أولية وتسمى اصطلاحا بالمسائل الأولية، وعندنا العوارض الفرعية أو المسائل الفرعية. سمية متشابهة ولكن دقيقة. باش نسهل الفكرة على أبنائي الطلبة، بالنسبة للمسائل الأولية يختص بها قاضي الدعوة، وبالنسبة للمسائل الفرعية يختص بها قاضي غير قاضي. نبدأ أولا بالمسائل الأولية. لازم نعرفوها، ما هي المسألة الأولية؟ هي مسألة تعترض سير الخصومة الجزائية بشكل بسيط. إذا هي مسألة تعترض سير الخصومة الجزائية. هذه المسألة التي تعترض الخصومة الجزائية أولا تثار في شكل دفع، تثار في شكل دفع. متى تثار؟ تثار الدعوة لها وجهان أو جانبان، جانب يتعلق بالشكل وجانب يتعلق بالموضوع. هذه الدفوع يجب تحت طائلة عدم القبول، وما نقولش القبول يا طلبة الحقوق، نقول طلبة نقول القبول. يجب تحت طائلة عدم القبول إثارتها قبل مناقشة الموضوع. الموضوع كيف نناقش؟ أمام القاضي الجزائي نستمع أولا إلى طلبات الطرف المدني أو مرافعاتي، لأنه هو أمام محكمة الجنايات وهو يختلف. ندير المرافعة في الدعوة العمومية وننتظر حتى بعد الفصل في الدعوة العمومية باش نقدم طلبات وراح تشوفوها. ها؟ خايفين من المحكمة؟ قلت إذا
هذا الدفع هذا يثار الشكل أو في الموضوع يثار الاستماع أولا إلى مراجعة الطرف المدني النيابة والمدرس. لازم الدفع يثار قبل هذه المرة. هذا الدفع هذا وقف الخصومة، ولكن شكون يفصل فيها؟ شكون مختصر يفصل فيها؟ قاضي الدعوة اللي هو قاضي الموضوع. وقتاش يفصل فيها؟ هنا كاين خطأ أو سوء تفسير للنصوص من طرف قضاة الموضوع. القانون يقول يجوز ضمها إلى الموضوع والفصل فيها بحكم واحد، هذا فيما يتعلق بالفصل. أما تقديمها والمراجعة بها لازم تكون في الشكل. وش هو الآثار اللي يترتب على المسألة الأولية؟ هو فقط وقف الفصل، وقف الفصل. نجيب أمثلة. أنا جيت بعد التقادم وتنقضي الدعوة العمومية بمرور 60 50 داخلي. هنا القاضي يجب عليه أن يتوقف عن الفصل في الدعوة العمومية إلى حين الفصل في الدعوة الجزائية. أرى أن الرئيس أبدأ تتغير عليا وتمال مباشرة في المسألة الفرعية. المسألة الفرعية هي تقريبا لها نفس التعريف. في ماذا تختلف؟ تختلف على أنها القاضي الجزائي يوقف الفصل، وعلى الطرف صاحب الدفع أن يلجأ إلى القاضي المختص اللي هو غير قاضي الدعوة للفصل في المسألة الفرعية. نجيبوا مثال. عندنا المادة 350 من قانون العقوبات على سبيل المثال اللي تعرف لنا السرقة، والتقول السرقة هي اختلاس مال غير مملوك له، يعني غير مملوك لي أنا، أنا السارق واختلست شيء، هذاك الشيء هذاك الشرط الوحيد لازم يكون المال موش مملوك لي. نجي أنا نقدم إلى قاضي إلى القاضي عقد مثلي، قال حبس هذا المال هذا راح المسألة الثانية، مثال ثاني. نجي نفتح أمام القاضي نقول له بلي المسألة هذه راه قد سبق الفصل في عفوا هذا مثال تاع المسألة الأولى، المسألة الفرعية. نجي نطعن أمام القاضي بالتصوير. ما نجمش نطعن أمام قاضي الدعوة، لازم نروح أمام قاضي القاضي المختص. نجي ننقر النسب. متهم متابع للجناعة دفعنا فقط من المطلوب. يجي الآن يروح يرفع دعوى أمام قاضي الأحوال الشخصية ليدفع بعدم نسب المحضون له. هذه مسألة فرعية. الأثر بتاع المسألتين الأولية والفرعية هما في زوج. إذا قبلهم القاضي المختص سواء قاضي الدعوة ولا قاضي الموضوع واعتبر الدفع مؤسس، هما يؤديان إلى انهيار أركان الجريمة وبالتالي تكون المسؤول ببراءة. وإذا كان ثبت بلي هذه الدموع ما يصحيحها قاضي هنا هو في الدعوة ويقضي بإذن الله. أشكركم. وهو الأستاذ الدكتور رئيس
السلام على اشرف المرسلين. خدمة الإسلام الزوم قرآن في الأول مرتبئ السلوك السيد أحرار من ميرا السيد جعليد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة أحرار من ميرا والطاقم البداية القادم على السير هذه الكلية المهمة. زملائي زميلتي الضيوف الذي جاءونا من المركز الجامعي لذلك المركز الفتي الذي يخطو خطوات كبيرة نحو الأفضل ونحو مستقبل زاهر بحول الله. بناتي الطلبة الأعزاء، أنا جد مسرور لوجودي معكم اليوم بمناسبة تنظيم هذا اليوم الدراسي حول المحكمة الجنائية الافتراضية، وأنا جد فخور بالحضور المميز من الأساتذة الأعزاء الضيوف الكرام الذي جاءونا من هذه البقعة الغالية والعزيزة علينا ألا وهي ذلك، وكذلك الطالبات والطلبة الضيوف الأعزاء أيضا الذين جاءوا وحضروا معنا هذه البرامج العلمية الهامة حول إشكالية هامة وذو بعد علمي وتطبيقي أكيد. بعد البدء أريد أن أثمن هذه المبادرة الحميمة الحميمية التي قامت بها كلية العلوم كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمن ميرا بجاية، وكذلك معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية للمركز الجامعي لذلك، من أجل تنظيم هذا اليوم الدراسي. وبهذه المناسبة أود أن أقدم شكري الجزيل للقائمين على تنظيم هذه التظاهرة العلمية الهامة، وكذلك أثمن هذا الوجود والحضور القوي لطالباتنا وطلبتنا من أجل الاستفادة بكل المعلومات التي سوف يقدمونها النشطاء والمحاضرين معنا في هذا اليوم الدراسي. لقد سعدت كثيرا بتنظيم هذه التظاهرة وفيها جانبين أساسيين، الجانب الأول وهو الجانب النظري الذي طبعا سوف يعني يسهر عليه النخبة الأساتذة، والجانب التطبيقي الذي سوف ينشطه طالباتنا وطلابنا تحت الرعاية الكبيرة للنخبة، نخبة الأساتذة المختصين في الحقوق. إذن أريد ثانيا أن أقول بأن جامعة عبد الرحمن ميرا على استعداد من أجل إلغاء اتفاقية التعاون مع المركز الجامعي لذلك، من أجل يعني تبادل الخبرات
وتبادل كل الوسائل منها المادية أو الإنسانية من أجل التعاون في شتى المجالات، ليس تلك المحصورة في يعني ميدان الحقوق، وإنما سوف تتطرق هذه الاتفاقية التي تدعو إليها كل مجالات العلوم التي يعني تثير اهتمام الطرفين. أريد أيضا أن يعني أثمن تنظيم هذه التظاهرة العلمية في مكان رمزي، وهو هذا المدرج الذي نلقي فيه كل الدروس سواء النظرية أو التطبيقية. فشكري الجزيل إلى كل الأساتذة والقائمين على تنظيم هذه التظاهرة، والذين تبعوا إلى أن ينظموا هذه التظاهرة في هذا المكان الرمزي، والذي يعني يخص بالدرجة الأولى الطالبات والطلبة. أتمنى لهذا اليوم الدراسي كل التوفيق. أتمنى لضيوفنا الكرام إقامة طيبة بين أهلنا، مدينة الجاية، مدينة العلم والحضارة. أتمنى أن تستفيدوا ونستفيد كلنا كل الاستفادة من هذه التظاهرة العلمية. أشكركم جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة، وأشكرك جزيل الشكر سيدي العميد على كل العمل الكبير الذي تقومون به أنتم وكل الطاقم القائم على تسيير الكلية، ومن خلال العمل الكبير الذي يقومون به كل الأساتذة الكرام المنتمون إلى هذه الكلية، وكذلك المساهمة لا أقول الكبيرة وإنما أقول الكبرى لطلبتنا وطلابنا الأعزاء من أجل انفتاح هذه الكلية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك هذه المبادرة للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمؤسسات الجامعية والتكوينية، سواء منها الموجودة في على التراب الوطني أو خارج التراب الوطني. إذن أهلا وسهلا بالجميع. أمنياتي الكبرى أن تكمل أعمال هذا الملتقى بكل النجاحات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. شكرا للسيد رئيس جامعة بجاية على هذه الكلمة الطيبة والمشجعة في نفس الوقت. كن دائما سندا لنا وسندا لكلية جامعة عبد الرحمن ميرا، كلية الحقوق طبعا. أقول سيدي إضافة لما قلته أنه المدرج رقم 5 مدرج شهيد التاريخ ربما في جامعة بجاية بالحضور الكبير والقوي للطلبة. كونوا دائما